السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من داخل مصر وجميع أنحاء الوطن العربي. حلقة جديدة من برنامجكم الصالون الطبي، زي ما احنا بنوعدكم ان احنا بنقدم كل ما هو جديد في عالم الطب. الحقيقة كان من فترة أمراض كتيرة جدا زي موضوع الكبد والسكر وموضوع المشاكل في البنكرياس، مشكلة في عضلة القلب، كمان مشكلة في خلايا الدم. الحقيقة كانت الثورة في القرن الماضي في عالم الطب كانت عن زراعة الأعضاء، وكانت مشاكل كثيرة جدا ما بين هل هي حلال ولا حرام، وكانت عمليات باهظة الثمن. دلوقتي حاليا ابتدى في ترند جديد أو في ظاهرة جديدة في عالم الطب وأسلوب علاج جديد، وهو العلاج بالخلايا الجذعية. الحقيقة من اسم الخلايا الجذعية ممكن نوصفها بشكل بسيط إن هو زي جذع الشجرة، وحاجة أبسط كده الخلايا الجذعية هي خلايا بسيطة جدا لسه لم تعترف على هويتها، وبالتالي زي الطفل الصغير. لو كان الطفل اتولد في فرنسا هيتكلم فرنساوي، اتكلم في أمريكا هيتكلم إنجليزي، في مصر هيتكلم عربي. ودي فكرة مبسطة عن الخلايا الجذعية. هنتعرف بقى من خلال ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ الدكتور سلامة الشناوي، أستاذ ورئيس قسم المناعة والتحاليل الطبية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، عن الخلايا الجذعية وكمان عن استخداماتها. دكتور سلامة أهلا وسهلا بيك في الصالون الطبي. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة موضوع الخلايا الجذعية كتير جدا من الناس النهاردة في الأوساط الطبية، وكمان ما بين عامة الشعب بيتكلموا عن العلاج بالخلايا الجذعية، وكل الناس عندها أمل في علاج الأمراض المختلفة بالخلايا الجذعية. خلينا في البداية نكون كده بشكل مبسط، إيه هي الخلايا الجذعية؟ هو زي ما حضرتك قلت كده، الخلايا الجذعية كلمة جذع أو جذعية دي نسبة إلى جذع الشجرة، من حيث إن جذع الشجرة هو اللي بيتكون منه الساق والأوراق والثمار وكل أجزاء الشجرة. ده بيعكس إن الخلايا الجذعية هي لها صفتين يعني مخصصين بخلايا جذعية مش موجودة في أي نوع خلايا أخرى. تمام. اللي هي الخاصية الأولى إنها تستطيع أن تتحول إلى أي نوع خلايا تانية في الجسم. حلو. النوع الصفة الأخرى إنها بتتجدد ذاتيا. كويس. بمعنى أنا لو أنا عايز أحول خلايا جذعية لخلايا كبد، وجبت الخلايا الجذعية وحطيتها في المزرعة وحطيت لها معامل النمو اللي يحولها إلى خلايا كبدية، ما بتتحولش الخلايا الجذعية لخلايا كبدية، دي بتنقسم إلى خليتين، واحدة كبدية وتفضل واحدة جذعية. جميل. ثم تنقسم الخلية الجذعية مرة أخرى إلى كبدية وجذعية وهكذا. بيسموها سيلف رينيوال او التجدد الذاتي. يعني معنى حضرتك ان احنا لو خدنا الخلايا الجذعيه وحولنا ان احنا نحولها لكبد او بنكرياس او حتى ممكن تكون عضله قلب او حتى ممكن تكون عضو معين من اعضاء الجسم، بيقدر انها تتحول لهذا العضو. ايوه. جميل. طيب دكتور، موضوع الخلايا الجذعيه النهارده استخداماتها ايه بقى اللي ممكن ان هو يفتح امال لامراض كتيره كانت مستعصيه في الماضي، وممكن عن طريق الخلايا الجذعيه يكون ليها امل وعلاج؟ والحقيقة لما اكتشفوا الخلايا الجذعية في عالم من العلماء قال عليها إنها استجابة السماء لدعاء الصالحين. جميل أوي. يعني واحد جاله شلل نتيجة إصابة في الحبل الشوكي، كان زمان يقعدوا يدعوا رب إذا كان ربنا يشفيه، إذا كان، وكل الأطباء كانوا يبقوا عارفين إن ده مش هيحصل، هيفضل طول عمره مشلول. لما جت الخلايا الجذعية أصبح ممكن هذا المشلول إن هو يمشي فعلا ويخف، عن طريق إنك أنت بتحقنه بخلايا جذعية تعود الجزء الذي دمر من الخلايا العصبيه، واللي اصلا احنا عارفين الخلايا العصبيه لا تتجدد ولا ولا تتكون، فبيجي لها الخلايا الجذعيه ممكن تكون هذا الجزء التالف من الخلايا فيعاد اتصال العصب ويتحرك المشلول. جميل. فهم سموها كده لان هي لها استخدامات بعد كده، يعني ما بدات تبقى استخداماتها تعددت جدا. عندنا هنا في مصر اشهر حاجه الكبد، تليف الكبد. طب هي الخلايا الجذعيه احنا بناخدها من خلايا الدم؟ هو في ثلاث انواع، الاول من الخلايا الجذعيه وثلاث مصادر للخلايا الجذعيه. ثلاث انواع من الخلايا الجذعيه يقول لك ايه، التوتي بوتنت او الخليه التي قادره، الخلايا الجذعيه القادره على تكوين جنين او كائن كامل. حلو. دي اللي هي بتبقى في البويضه. تمام. بعدين في خلايا تانية بيسموها مالتي بوتنت، يعني دي قادرة على أن تتحول إلى عدد أكثر من الخلايا. وفي خلايا بتتحول، خلايا جذعية تستطيع أن تتحول إلى نوع واحد من الأنسجة، دي بتبقى موجودة في الأنسجة أصلا. تمام. مصادر الخلايا الجذعية المشهورة برضو،
في الخلية الجذعية الجنينية اللي هي في البويضة، تمام، وفي الخلايا الجذعية اللي موجودة في الحبل السري تمام. للمولود، وفي الخلايا الجذعية الذاتية اللي احنا بناخدها من نخاع العظم بتاع المريض. جميل. وانت بتاخدها من نفس الشخص اللي هتزرع منه، ولا ممكن الخلايا الجذعية ناخدها من اي شخص ونبتدي بعد كده نزرعها في شخص اخر؟ لا طبعا، هو لو انت هتستعمل الخلايا بتاع نخاع العظم لازم يعني بناخدها من المريض نفسه. من المريض نفسه. انما لو انت عندك، لو في بعض الامراض الوراثيه اللي بيبقى المريض نفسه المرض في جيناته، العيب فيه هو، يعني حتى لو خدت نخاعه هيديك نفس المرض، زي مرض ضمور العضلات مثلا. تمام. ده عيب وراثي. عيب وراثي. ما ينفعش تاخد من نخاع العظم بتاع المريض ده. طب احنا عايزين نتكلم على موضوع ضمور العضلات باستفاضه، لان معانا سؤال من الدكتوره ايمان، وكانت بتسال هل في مصر حاليا في علاج لهذا الموضوع بالخلايا الجذعيه، ولا لسه الموضوع كله في اطوار الابحاث ولسه ما فيش النهارده نتيجه فعليه على ارض الواقع؟ هو مرض ضمور العضلات اصل فيه مشكله، وفي انزيم بيكسر العضلات. تمام. اللي بيحصل ان احنا بنجيب بقى خلايا من دم الحبل السري. من دم الحبل السري. الحبل السري، دم الحبل السري فيه مزايا ايه؟ ان اولا الخلايا الجذعيه فيه كثيره، نسبه حوالي 30%. ثانيا ان هو مناعيا ضعيف. تمام. يعني الجسم ما يلفظش الخلايا ولا يرفضها بسهوله، لان هي اصلا مناعيا ضعيفه. انما طبعا هيرفضها لو ان برضه في فرق كبير. يعني احنا نقول مثلا لو واحد مولود له ابن وبنفس فصيله الدم بتاعته يبقى كانها بتاعته. تمام. لو مثلا حفيده يبقى له نص الفرصه بتاعت الضعف المناعي يعني. تمام. انما لو من مريض لمريض انت بتاخد بقى ايه؟ يعني بتاخد خلايا من دم، من نفس فصيله الدم في الجنين اللي هي زي المريض. طيب على ارض الواقع هنا في مصر بقى، يعني لو في كيس كده وحاله جات لحضرتك عندها ضمور في العضلات، أيوة. هل نقدر ان احنا نعالجها على ارض أيوة الواقع طبعاً. بخلايا جذعيه؟ ايوه دي موجوده في مصر من زمان اصلا، انك يعني انت تمام. بتاخد خلايا الحبل السري تفصل منها الخلايا الجذعيه وتحقنها في المريض، هيتحسن، ولكن الانزيم برضه هيكسر العضلات تاني، فدي بتبقى جلسات متكررة. يعني كل فترة هيبتدي يعني يعمل كل هذه مثلا العملية؟ ست شهور يعملها تاني كل 6 شهور مثلا. طب نسبة النجاح بتاعتها بتبقى قد ايه، كام في المية؟ والله كويسة، يعني نسبة نجاح بتوصل ل 70-80%. بس 6 شهور دي مش هتبقى مكلفة على أهل المريض؟ لا هي مش مكلفة ولا حاجة خالص. تمام. بالعكس، يعني هي ايه تكلفتها؟ تكلفتها يعني المرة هتتكلف ايه يعني؟ هتكلف لها 2000 جنيه مثلا، مش تكاليف، يعني كل ممكن ست ياكل ست شهور شهور 2000 يبتدي ان هو جنيه يعملها بهذه الطريقه، ودي بتستمر بقى الى مدى الحياه. طب تحسن على ارض الواقع بقى للطفل نفسه اللي هو عنده ضمور العضلات يعني هو وابتدى طبعا يتعمله انت كل ست عارف شهور لو هو برضو المرحله اللي بيجي فيها المريض دي مهمه جدا. يعني مريض جاي عنده بس الصعوبه في طلوع السلم، وعنده الجيت او المشيه بتاع ضمور العضلات، انت عارف بتبقى له مشيه معينه كده زي مشيه البطه. تمام. دي بتتحسن وهو بيقدر يبقى عنده القوة يطلع. انما لو جالك قعيد، واخد بالك، ممكن يبدأ يحرك ايد يساعد نفسه، حاجات زي كده. جالك بقى بيعاني من صعوبة في التنفس، تمام، يبدأ يتنفس بالراحة، تبدأ عضلات التنفس هتشتغل. انها مش كل عضلات هتشتغل طبعا. جميل. على حسب المرحلة يعني. طيب الموضوع بقى التاني والمهم في موضوع الخلايا الجذعية، موضوع الكبد. حضرتك عارف ان مصر من اكتر البلدان اللي بتعاني من مشاكل في الكبد، ازاي هنقدر بالخلايا الجذعيه ان احنا الناس اللي عندهم تدمير او تليف كبير في منطقه الكبد نقدر ازاي ان احنا نعالجهم بالخلايا الجذعيه؟ هو شوف حضرتك دلوقتي مريض الكبد بتاعنا في منه ناس تقدر تزرع كبد، مش هتكلم عن الناحيه الماديه، انا بتكلم من الناحيه الصحيه. تمام. وفي موانع لزرع الكبد، يعني يبقى مريض هو معاه فلوس وعاوز يزرع كبد وعنده متبرع، ولكن الجراح يقول ما اقدرش اعمله لان هو ما يقدرش يستحمل عمليه زرع كبد. طيب دكتور سلامه، احنا برضو في يعني الحاله دي هناخد الساده المشاهدين برضو يشاركونا في حلقتنا، وهنوجه لهم سؤال: ماذا تعرفون عن الخلايا الجذعيه؟ لو اي حد حابب ان هو يشاركنا في حلقتنا النهارده يقدر ان هو يشاركنا من خلال ارقامنا اللي موجوده على الشاشه. طيب دكتور سلامه، احنا كنا بنتكلم على موضوع الكبد. أيوه. وازاي النهارده هيفتح افاق جديده للمرضى اللي عندهم كبد. انا بقول لحضرتك بقى مريض خلاص ما عادش يصلح له كمان زراعه الكبد، عنده تليف،
عنده استسقاء على طول بتجيله الغيبوبه الكبديه، ما عندوش اي مجهود. دي حاله متاخره من حاله متاخره جدا. والدكتور نفسه بيقول لك ما اقدرش ازرع له كبد، وماشي على الادويه طبعا، بياخد البومين وياخد مدرات بول وبتاع وكل الحاجات دي ما بتساعدش. في الحاله دي انت لو تدخلت بالخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه بتعمل ايه بقى؟ انت بتاخد الخلايا الجذعيه وبتزرعها، تحولها الى خلايا كبديه. جميل. المفروض انها هتبقى خلايا كبديه ناضجه بعد شهر بس، تاخد 30 يوم. بس هي بتتزرع في الاسبوع الاول، يعني من 5 ل 10 ايام بس. ليه؟ في الفتره دي بتكون الخلايا دي بتفرز هرمونات خلويه. الهرمونات الخلويه دي بتخلي الخلايا اللي في الكبد اللي هي توقفت عن العمل ولم تتليف بعد تعود تعمل كخلايا كبديه عامله. كمان بتخلي تقلل معدل التليف في خلايا الكبد. جميل. عن طريق في خلايا مليفه بتعمل تليف لخلايا الكبد. الخلايا دي بيبقى فيها برنامج انتحار ذاتي. هذا البرنامج بيعطل لما توصل كميه التليف الى كميات كبيره يعني. تمام. الخلايا اللي بتتزرع وهي لسه ما كملتش اللي هي في خلال عمر اسبوع، الهرمونات اللي بتطلعها ترجع برنامج الانتحار الذاتي للخلايا اللي بتسبب التليف. تمام. فيبقى يقل معدل التليف. زائد ان انت بتدي كميه خلايا كبديه جديده هتشتغل، تبدا كل الخلايا دي زي الخلايا اللي كانت واقفه عن العمل وعادت الى العمل تفرز بقى الالبومين هي، وتفرز البروسترومبين، وتبدا تخلص الكبد من السميات، فتبدا تتحسن حاله المريض، تبدا الاستسقاء تروح، يبدا الغيبوبه الكبديه ما تظهرش. تمام. ودي عمليه هتفضل معاه من سنه لثلاث سنين على الاقل. طيب ودي بتطبق حاليا في مصر؟ موجوده. موجوده. حد بيعاني من هذه الحاله بيقدر ان هو موجوده طبعا، يبتدي ان هو يتوجه لهذه يعني العمليه. في القصر العيني كانوا بيعملوها، وحتى في معهد الكبد دلوقتي في عندنا في المنوفيه بداوا يعملوها. جميل. يعني موجوده. طيب نخش برضو على حاجه من الحاجات اللي بتهم كتير من الساده المشاهدين، موضوع السكر. السكر معروف ان هو تدمير في خلايا البنكرياس، ويبتدي يحصل فيها تلف، ويبتدي يتقل الكفاءه في افراز الانسولين. وفي منها النوعين، اللي هو النوع الاولاني اللي الطفل بيبقى مولود وعنده مشكله في البنكرياس ما بيفرش اصلا انسولين، وفي النوع الثاني اللي هو مع مرور الوقت بيصاب بيه وبيبتدي ان هو يمشي على الاعراض. الخلايا الجذعيه بقى بتفيد انهي نوع من النوعين؟ بص حضرتك، النوع الاول مشكلته ان الجهاز المناعي بيبقى هاجم الخلايا ودمرها. تمام. اللي هو بتاع الاطفال، هو طفل مولود والجهاز المناعي بتاعه بيهاجم الخلايا. ده لما لو زرعت له خلايا جذعيه بيخف بسرعه جدا لمده 3 الى 6 شهور ويرجع للسكر تاني. تمام. فدي ما بتتعملش حاليا، والابحاث في العالم كله مركزه ازاي ان هو يمنع الجهاز المناعي بتاع الطفل انه يهاجم الخلايا الجذعيه بعد زرعها في البنكرياس. تمام. فعشان كده ما زال دلوقتي كل الاجتهادات، اظن اخر بحث اتعمل في هارفارد، ان هم اضافوا. دكتور سلامه، انا هستضيفك معنا اتصال. استاذه فاطمه، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سامعني؟ اتفضلي. انا بالنسبه للموضوع، انا على فكره بعاني كتير بقالي سنتين، عندي خشونه جامده قوي في الركبه وفي الركبتين، وكل الدكاتره اجمعوا في مصر والمانيا والاردن اني لازم اعمل جراحه تغيير مفاصل. تمام. وسمعت عن الدكتور الضيف الطيب الكريم مع حضرتك دكتور سلامه، فانا رحت له مرتين العياده في طنطا، فالحمد لله الالم يعتبر 70% من الركبه راح، الركبه اليمين، بس مجرد خدت عينتين او تحليلين، فما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك له ويبارك للعلم وللطب، وحاجه جميله جدا جدا. فانا انا كنت مصره ان انا يعني مش عايزه اعمل عمليه تغيير المفصل لانه ليها عواقب مش صح يعني، فهو ربنا يبارك له اداني اطمئنان وجاب معايا نتيجه بدليل اني انا هروح له تاني واعمل الركبه الثانيه باذن الله. فانا يعني يا ريت كل الناس فعلا يعملوا موضوع البلازما والخلايا الجذعيه، وبشكر الدكتور سلامه يعني قدام العالم كله. احنا بنشكرك على اتصالك. شكرا جدا ليكي. طيب دكتور سلامه، نرجع لموضوعنا، موضوع السكر. حضرتك قلت لي ان هو النوع الاولاني للطفل المولود. ما زادت الابحاث، وفي الابحاث قالوا ان في يعني لو اضفنا جزء من الخلايا الليمفاويه مع الخلايا الجذعيه وحقناها في البنكرياس هتخلي السكر يقعد مع الطفل لمده سنه ما يجيش. تمام. برضه ما زالت مش عمليه الحكايه دي، انما هو عملوا كمان زي كبسوله يتحط فيها الخلايا وتتزرع في البنكرياس، دي ممكن تحمي الخلايا انها
تتأثر بالجهاز المناعي للطفل، ودي عملوها في على الفيران وجابت نتائج كويسه جدا. دكتور سلام انا هستاذنك نطلع لفاصل ونعود مره ثانيه ونتابع الصالون الطبي. اهلا بيكم مره تانيه ومتابعين معاكم برنامجكم الصالون الطبي. والنهارده احنا مخصصين موضوع حلقتنا عن الخلايا الجذعيه والثوره الكبيره في عالم الطب اللي بتحقق الخلايا الجذعيه واللي بتشفي كتير من الامراض اللي كانت في الماضي مستعصيه ويكاد يكون ملهاش علاج. ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ الدكتور سلامه الشناوي، استاذ بكليه الطب للتحاليل والمناعه. دكتور سلامة، كنا بنتكلم عن موضوع البنكرياس والسكر، وقلنا ان المرحلة الاولى من السكر اللي هو المولود بمرض السكر لسه الموضوع في طور الابحاث. أيوة. طب بالنسبة بقى للنوع الثاني، النوع الثاني نتائجه احسن، نتائجه يعني احسن يعني بنسبة حوالي 55-60% من الحالات اللي هي بتتعالج بالخلايا الجذعية من النوع الثاني بتخف. تمام. يعني ممكن الى الحد ان هو يبطل الانسولين، يبطل الحبوب، ويبقى كويس وطبيعي خالص، وبتقعد معاه على طول. يعني هي ممكن تتعمل مره واحده وتبقى مع المريض، مره واحده، واذا عادت نادرا ما تعود ويحتاج جلسه ثانيه مثلا بعد 5 سنين ولا حاجه. طيب دي لكل الاعمار، يعني حتى الناس اللي عندها فوق سن 60 و70 يقدروا يعملوها؟ طالما ان هو نوع ثاني ممكن اي حد ممكن يعمل. حاجه بسيطه برضه، عمليه بسيطه، المساله بسيطه جدا، ما هيش معقده. تمام. انما بس هي مشكلتها ان عندك نسبه 40-45% مش هيتحسنوا خالص. ليه؟ ولا كانك عنده. طب ايه ما زالت المساله محتاجه ابحاث ويتعرف. تمام. يعني انت بتختار الاول، في الاول دلوقتي تحاليل بنعملها قبل ما نبدا واشعاعات. افرض واحد عنده ضمور كامل في البنكرياس، ده مش هتنفع معاه. تمام. واحد عنده الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا بتاعه البنكرياس، برضه مش هتنفع معاه، ترفضه، ده ما تعملوش اصلا. تمام. الحالات بقى اللي هي بيبقى فيها بقيه التحاليل تسمح بكده، بتعرفه ان هي نسبه النجاح بتاعته كام في الميه، يعني حوالي 50% 40% 60% على حسب. جميل. بيبقى هو في حقن الخلايا في البنكرياس لها طرق، يا اما تستعمل قسطره، يا اما بتتحقن على الاشعه المقطعيه. ممكن الحقن ما يبقاش مظبوط، فدي تبقى سبب. تمام. ممكن الجهاز المناعي يهاجم الخلايا بعد ما تتزرع برضه، بس صحيح ان نسبتها قليله في الكبار، انما ده شيء وارد، فما تنجحش. تمام. يعني الموضوع بيرجي لحضرتك على موضوع التحاليل المختلفه اللي انت بتعملها للمريض، وبتبتدي تحدد اذا كنت هقدر اعمل له عمليه زرع الخلايا الجذعيه في البنكرياس او لا. ايوه. جميل. حتى بعد ما يعملها ممكن ما تنجحش، يبقى عارف. وممكن يتحسن جزئيا، يبقى محتاج كمان عمليه بعد سنه. تمام. عشان تزود له نسبه الخلايا اكتر. طيب دكتور سلامه بقى، موضوع الحبل الشوكي ومشاكله ودور بقى الخلايا الجذعيه مع هذه المشاكل المرضيه. هي دي بقى بدايه التعرف على اهميه علاج العلاج بالخلايا الجذعيه. كان في دكتور عنده مراته مشلوله بقى لها 20 سنه، ولما طلعت الخلايا الجذعيه ادوها جلسه حقنوها بالخلايا الجذعيه في النخاع الشوكي. تمام. والمفاجاه ان هي مشيت على طول من جلسه واحده. جلسه واحده وقدرت انها 20 سنه قاعده ما بتمشيش، جلسه واحده بالخلايا الجذعيه قدرت انها مره ثانيه. كانت البدايه بقى اللي يعني اثارت اللي كانت شبه ثوره في العالم. تمام. يعني فهو دي موجوده برضه هنا في مصر كتير، حالات كتير طبعا كانت مشلوله ومشيت. وهي بتعتمد على الاصابه في الحبل الشوكي شكلها ايه؟ يعني قطع كامل في الحبل الشوكي ده امل ضعيف جدا، اقل من 10%. لو قطع كامل الامل فيها ضعيف. ضعيف جدا. قطع غير كامل وبيبقى نسبه النجاح ممكن 30-40%. جميل. انما لو كدمه بس في الحبل الشوكي، لا دي نسبتها بتبقى 40-60% نجاح. يعني جميل. يمشي. ودي برضو لكل الاعمار، يعني ممكن الاطفال او الكبار في السن يقدروا ان هم يعملوها. طبعا كل ما بيكون يعني بص كقاعده عامه السن الاصغر بيبقى نتائجه احسن. السن الاصغر نتائجه احسن. انما في برضو حالات كبيره خفت وبقت كويسه جدا، ما فيش فيها مشكله. جميل. الاعمار مش عائق يعني.
طيب احنا كنا بقى حضرتك قلت لي كده ان قبل ما احنا نطلع تصوير قلت لي في موضوع دلوقتي في الخلايا الجذعيه ان ممكن ساق كامله نبتدي ان احنا هو نعملها، بقى الابحاث، فعايزين احنا يعني لسه الموضوع الحقيقه شدني جدا عايز اعرفه يعني. لسه بقى هي دي الابحاث اللي عملوها، يعني كان لسه في عاملين ساق كامله لكلب ساق كان كامله فقد ساقه وعملوها له يعني الناس اللي حصل لهم بتر للساق. هو ده بقى الامل اللي احنا اللي احنا عايشين عليه ان هو ينجح، يعني هم تمام. قدروا يكونوا مثانه كامله بالخلايا الجذعيه، جميل. قدروا ان هم يكونوا جبهه بالخلايا الجذعيه، كان واحد فقد جبهته وعملوا له حاولوا يعني يحطوا له يعني ضلوع عشان تحمي المخ، فشلت تمام. لغايه ما عملوا له يعني محاولات كتير يحطوا بس حاجه دعامه عشان تحمي المخ، لان المخ كان باين. تمام. كل المحاولات فشلت لغايه ما خدوا منه خلايا جذعيه وعملوا الهندسه الطبيه، عملوا له نموذج جبهه لوشه في دي اتعملت فعلا في الزرع، اتعملت وزرعوها له، ودي الوحيده اللي جسمه قبلها. تمام، يعني الحاجه الوحيده اللي جسمه قبلها بعد ما فكروا في موضوع الضلوع وان هو تحمي منطقه المخ لانه فقد الجبهه، خدوا الخلايا الجذعيه وعملوا له جبهه جديده بالهندسه من الخلايا الجذعيه بالهندسه الطبيه. هو في طبعا التعاون بين الهندسه الطبيه وعلماء البيولوجي او دكاتره الخلايا الجذعيه والجينيتك انجينيرنج او الهندسه الوراثيه، والجماعه دول اتحادهم مع بعض بيعملوا حاجات كويسه جدا. جميل. فهو الامل دلوقتي هو ماشي بقى على الاعضاء التعويضيه. يعني احنا ممكن في خلال فتره قصيره الناس اللي هي مبتور ايديها او رجليها تقدروا عن طريق الهندسه يعني الطبيه هو والخلايا الجذعيه تقدروا ترجعوا تاني العضو مره تانيه. نامل ان احنا نوصل ل يعني هي الابحاث كلها في هذا الاطار في الله. الوقت الحالي. طيب برضو من الحاجات الموضوع الخلايا الجذعيه، موضوع بقى لو واحد عنده مشكله في الرئه او عضله القلب، هل بتقدر انها تخش برضو تحل المشكله ولا لا؟ انا هستاذنك بس قبل الاجابه معانا اتصال استاذ محمد، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا دكتور خالد. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل. لو سمحت انا معايا والدتي عندها 70 سنه وعندها نزله دور على المخ، هل ممكن نعمل لها خلايا جذعيه؟ طيب تمام، شكرا على اتصالك والدكتور سلامه هيجاوب حضرتك. هو سبب الضمور ايه؟ ده مهم، انما هو بصفه عامه اي ضمور الخلايا الجذعيه ممكن تعالجه. تمام، واخد بال حضرتك، ولكن لها نسب نجاح. تمام، فاحنا بتبدا تاخد جلسه للعلاج بالخلايا الجذعيه، اذا حصل معاها تحسن، وعلى حسب بقى الاصابه قد ايه، يعني قد ايه الضمور، نسبه الضمور اللي موجوده في خلايا المخ. فبيحصل. طب معروف دكتور ان المخ ده يعني الخلايا بتاعته دقيقه جدا وكثير من الشعيرات الدمويه الدقيقه، ومسؤوله عن كمان الاعصاب اللي بتوجه كتير من الوظائف الجسديه، هل ممكن الخلايا الجذعيه في حاله التعويضيه بقى انها تقوم بكل هذه الوظائف؟ هو اصل الخلايا الجذعيه لها خصائص، بيحصل لها حاجه اسمها هومينج او التوطين في المكان اللي فيه ضمور اوتوماتيك، يعني لو حتى انت حقنتها في الوريد تمام ممكن تروح تستوطن المكان اللي فيه ضمور. تمام، لان ده شغلها اصلا. هو بس في المخ احنا بيحقنوا حاجه قبلها عشان تسمح للمخ ان يعدي الخلايا دي. تمام، لان المخ في الاصل ما بيعديش اي حاجه. في حاجز كده للمخ بنسميه بلاد برين بارير، بالظبط، اللي هو الحاجز الدموي للمخ ده بيمنع ده، لازم تفتحه قبل ما تدي الايه الحقن، سواء في النخاع الشوكي او في الوريد. طب ودي هتبقى عمليه معقده ولا بسيطه؟ لا لا، بسيطه خالص، بسيطه خالص. كل الشغل دايما بتوع الخلايا الجذعيه ما بيحبوش يخشوا في حاجات معقده، يشتغل الشغل البسيط. جميل. طيب موضوع بقى الرئه والقلب، وبنشوف حتى القلب. القلب القلب هنا في مصر، يعني انا بتكلم على اللي موجود في مصر. تمام. انما الرئه لها شغل بره، مش شغل هنا. يعني الرئه حاليا بره مصر، قصبه هوائيه كامله من الخلايا الجذعيه. جميل. المريض قصبه هوائيه كامله. جميل. القلب اي القلب، الحالات اللي هي بيحصل لها جلطه في الشريان التاجي وتصيب القلب بالضمور والتليف في حته معينه من القلب، بتبقى بتبان لما بيعمل ايكو بيبقى وظائف القلب ضعيفه، لما بتحقن له خلايا جذعيه ده بتستجيب وبتتحسن وظائف القلب. جميل. بره بيحقنوها في القلب شخصيا، يعني في حتى جهاز مخصوص يخش جوه الحته المصابه ويحقنها. جميل. انما هنا طبعا هيحقن في الوريد. جميل. ابتدى فيه بنوك للخلايا الجذعيه يا دكتور ولا لسه الموضوع لسه ما خدش في طور التنفيذ؟ لا، هو بص، البنك اللي حصل هنا في مصر كان بنك خاص او بنوك خاصه.
تمام. وده غلط. المفروض ان في دول العالم اكتر من 25 دوله عندها بنوك خلايا جذعيه حكوميه، ويجب ان هو يحصل هنا يبقى ناشونال بانك للخلايا الجذعيه. لسه وزاره الصحه في مصر لسه ما خدتش هذا الاتجاه. لا ما خدتش. ناشونال بانك ده ان كل حاله بتولد بتاخد انت الدم بتاع الحبل السري وتروح توديه للبنك ده، بيعمل له الفصيله بتاعته ويعينه. جميل. واللي يعوز من المواطنين خلايا بيروح يطلب الفصيله بتاعته يديها له. الموضوع سهل وبسيط. سهل وبسيط. هو بره بقى بيعالجوا كده يعني. لو حضرتك جماعه بتوع الخليج بيروحوا يتعالجوا مثلا في اوكرانيا، او في اوكرانيا بالذات يعني، يوم جايب له هو الخلايا، ما بياخدش من نخاع العظم، بياخد له الخلايا من بنك، لانه عند البنك بيبتدي ان هو ياخد منه ويبتدي ان هو الحقيقه دكتور سلامه شناوي استاذ ورئيس قسم المناعه والتحاليل بمستشفى شبين الكوم التعليمي، انا سعدت بلقائي مع حضرتك جدا النهارده في صالون الطبي. الله يخليك. والحقيقه انت فتحت النهارده افاق جديده لكثير من المرضى اللي بيعانوا من الامراض المختلفه وتكاد تكون مستعصيه، نقدر ان احنا بالخلايا الجذعيه ان احنا نحل مشاكلهم. الان اعزائي المشاهدين احنا بنوصل لنهايه حلقتنا من الصالون الطبي، نلقاكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 7 وحلقه جديده من الصالون الطبي، فالى اللقاء.